كيف سقط الجولان عام 1967؟ وما هو دور حافظ الأسد في هذا السقوط؟ وما هي قصة البيان رقم 66؟ ذلك البيان الذي أصدر من قبل وزير الدفاع حافظ الأسد قبل سقوط القنيطرة. وأيضاً نظام المقاومة والممانعة و45 سنة دون رصاصة واحدة ومهادنات واستلام وتسليم من تحت الطاولة. تابعونا على قناة أورينت نيوز وحلقة جديدة من برنامج ملف مشترك في الأوقات التالية.